أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها وفي كل الظروف والأحوال باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان والمجتمع، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في السر والعلانية، والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد.